هلا انت متاكده انه هدول من حمارة معشره؟ ايه طبلني متاكده. ناوليني يا المحمصة ناوليني محمصة القهوه بتتنطس. بتغسليها ست الكل. شو بنا؟ ايه مثل ما بدك تفضل. ناوليني كمونات. يا عيني حطيهم مع جنة. هيهم حطيناهم. بدك زي كمان؟ بدي لو عندي ثقل. روح يلا معي. يلا يلا بساعدني يلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لك ليش عم تبكي؟ اسمع لقلك احسن ما قيم عينك بهالملقطة. ولا الا سرحان الاواعي اللي كنت لابسهم تبعاتي لك حلوين عليك كثير ولبقولك الا لستك تشتري لك ياهم وبراعيك فيهم. سبك لك ستي سبك. ليش عم تبكي تقبلني؟ قلي ليش شو بدك؟ بدي الاواعي. هيك ما خلصنا من قصه الاواعي. اسمعي ست الكل، أنا ما بعيرة ولا غلط من غراضي، بدك تدليني وتراضي، انزلي اشتري له أواعي جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جماعة اجتمعت اليوم الحكومة لتقرر شو بدها تساوي بخصوص الفرنساوي. أي نعم، ومثل ما بتعرفوا الجنرال غورو وجه لنا إنذار الله يخوفنا. ويوسف بيك العظمي وزير الحربية أعلن المواجهة. نحن لا. بارك الله بهمتكم ونحن كلنا فدا الوطن. لذلك يا إخوان كل واحد قادر على حمل سلاح لازم يدبر له قطعة. المعركة رح تكون بميسلون. اللي عنده فرس يطلع عليها واللي ما عنده لازم يطلع بالترين. وموعدنا كلياتنا قبل صلاة الفجر قدام القهوة. عيونك يا شام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مساء الخير. مساء الخيرات عليا. شو؟ يسوع له المجد قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بالحجارة. لهيك أنا رح صلي ليسوع مشان يغفر لك خطيئتك. خطيئة شو أختنا؟ خطيئة شو اللي عم تحكي عنه؟ ليش مو أنتي هربانة من أهلك وكانوا بدهم يذبحوكي؟ إيه بس القصة أبدا مو هيك. لكن ليش أهلك بدهم يذبحوكي؟ خلص إذا هالقصة بتضايقك بلاها. يا أخت أنا صدقيني أنا قصتي طويلة كتير وما بدي وجع لك راسك فيها. لا معلش يا أختي وجعي لي راسي، أنا لازم خفف عنك. أنا يا أخت أنا. لك يا صفوان. صفوان. ايوه شبك يا ابي شبك عم تعيط. خير شو في؟ لك شو في؟ مو انت اللي راح تحضر الطبنجه وفيك اول ما يضرب الطبل مشان تروح مع الشباب؟ ايه والله يا ابي مزبوط بس والله ما بعرف شو صار لي، فجاه هيك ضفت وما عاد احسنت احرك بنوب. بس والله طول مالي قاعد فوق عم بدعي لهم بالنصر. ها عم تدعي لهم بالنصر؟ ايه والله. عدنان انا قلت لك ابني ما بده يروح، انت حابب تروح روح ما حدا ماسكك. ايه شو عليه مثل ما بدكم، روح جيب لي الطبنجه. ايه يلا يا بيتك يا جدك. طبنجة وبركي ضيعت له اياها هنيك، بتشتري له غيرها؟ لك يا حرمة شو صاير لك؟ لك في ناس رايحة اليوم تستشهد وتدافع عن البلد، هلا بدك تجيب سيرة طبنجة وما طبنجة؟ والله جمعت البرغوت فوق البرغوت لحتى اشتريت له اياها، أنت شو على بالك؟ يلا يا بي يلا، راح بطلع بجيب لك اياها هي والفشكات تكي بس. روح يا بي روح. شو يامو؟ في عرس بالحارة يعني؟ لا ما في عرس، فوتي بنفسي. والله سامع صوت طبل.
ولا مثل ما قال المثل طب البدومة والعرس بحرستها. تعالي يا بنتي تعالي وضعيني تعالي. يو ليش انت لوين رايح يا ابي؟ رايح على الجهاد. اخذني معك مشان الله والله طائر قلبي. ليك لك انت خوتها لتبنتي خوتها لك هذا الجهاد يعني حرب حرب حرب؟ ايه حرب. يلا دعيلي دعولنا. الله معكم. الله يسلمك يا صفوان. لك يا صفوان يلا يا ابني. يا مو هلا وين بصير هذا الجهاد؟ اه بجنم الحمراء. تعرفيها جنم الحمراء؟ هنيك. صفوان وينه صفوان؟ صفوان مريض نايم بالبيت ما له حس تاني يروح. ايوه انا بدي اروح معكم. هاي الطبنجه تبع صفوان. هات الطبنجه ابو صفوان وانت بلا ما تروح. لا عقيد انا بدي اروح معكم. اسمعوا يا رجال كل واحد عمره فوق الخمسين يضلهم بالحاره. ليش يا ابو خيرون؟ اخي عنا شباب مثل الفله انتو خلوكم هون بالحاره ودعونا. بس انت عمرك فوق الخمسين. عاشب افندي أنا عمري 49 سنة يعني بحق لي روح معه. الله محيي الشام وتراب الشام. يلا يا رجال عيننا شيخي. يومك يا مكهول تلعين يوم يومك. يا الله شيخي صباح. يلا شكرا يا رب. رب اغفر لنا وارحمنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. آمين يا رب. أنت القوي ونحن الضعفاء فانصرنا على الأعداء. آمين يا رب. النصر من عندك يا الله. آمين. الله ينصر رجالنا يا رب العالمين. آمين. يلا يا شباب آمين يا رب. الله ينصرهم الله ينصرهم يا شباب. طول الليل ادعوا. ها طول الليل. يلا يا شباب عدوكم لا تنسوا قيام الليل. ها السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا جماعة ادعوا له ان الله ينصرهم بجاه الحبيب محمد. امين يا رب. يا رب انصرهم يا الله. امين يا رب. الله ينصرهم بجاه الحبيب محمد. امين ورجعهم سالمين غانمين يا رب. امين الله يسمع منك يا شيخنا. لك بس بدي افهم شو الله جبره يروح هيك روحه؟ شو الله جبره؟ خليه يروح يا مو خليه يروح. يعني مو احسن ما الناس تحكي علينا وتجيب معدلنا بالعاطي؟ يعني هلا انا لو ما كنت مرضان ما كنت رحت معه. لا تقبل خليك انت جنبي خليك هون. يا علي ما علي قلبي عم بيفرك فرك لحتى روح معهون. ليش فكرك انا هيك مبسوط؟ بس شو الخواص؟ مريض ضعفان وبركة لابوه صابته شي فشكه وقتلته. مين بيعوض علينا نحن؟ بيموت يعني؟ ان شاء الله ما بيصير له شيء يا ابو. ان شاء الله ما بيصير له شيء. ما قلتوا لي بيموت يعني؟ ولك يا جدبة ما بيموت بيستشهد. بيستشهد؟ لك تضربي انت وياه على المنطق. ايه بيستشهد. شلون يعني؟ يعني بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
وبيموت. السلام عليكم. ها اجا ابي. اهلين يا ابي. شو مرحت معه؟ لا والله يا بنتي ما فهمنا. قال كل واحد فوق الخمسين ما بيروح. احسن بالناقص من هالروحه. يا الله يا ابي، يعني ما استشهدت؟ ليك لك ليكي لي قدامك. يا الله، وليش ما استشهدت؟ بدكم يعني استشهد يعني؟ اي شو ناقصك لحتى ما تستشهد يعني؟ ولا مثل ما قال متى؟ ومين تبي عم خلقتي؟ ومو من هون؟ يا الله عم العيش. يا سعيد عم خلقتي. وين الطبنجة تبع صفوان؟ اه عم اقول لك وين الطبنجة تبع صفوان؟ طالعها واعطيها. طبنجة اخذوها مني واعطوها لواحد ما معه سلاح. نعم نعم. نحن شو الله جابرنا نعطيه طبنجة؟ خلصنا بقى صفوان الله يخليكي. عدي يا ابو عدي خلصنا خلصنا، يعني ياخذها ستي دخيلك. شو هالقصة؟ لا قصة، بكره بس يرجع بتاخذها منه. سامع شو عم اقول لك؟ خلص صفوان قوم جيب الطبنجة من السيفة وصلحها وخليها معك. هي عاطلة وصدية يا ابي ما بتصلح. هلا بدك تعطيه طبنجة مصدية وعاطلة من ايام جدك وجدي؟ خلصنا يا امو خلصنا لفيها. نحنا يا بيك قصدين الله وقصدينا منشان المشكلة يلي بيناتنا. أنا؟ إيه أنت؟ هلا أنت كبير الضيعة وكلمتك ماشي على كبير قبل صغير. تفضلوا تفضلوا يا زين، تفضلوا على النظافة، شرفوا. تفضلوا تفضلوا. يلا أمي يلا يلا، كل شباب الحارة راحوا، الله ينصرهم يا حق. وانا يا مو وانا ليش العقيده وفهد ما اخذني معه؟ انت امن فيك بالخان، ولو ما بيعرفك شهمه قبضاي ما كان سلمك الخان بغيابه. لا اختي مو هيك القصه، العقيده ابو فهد مستصغرني، انا لا تشوفيني هيك صغير وقصير، والله ما يفلتني على الفرنساويه لا اكلهم بلا ملح. خلص تقدرني لا تزعل، فوت معي، فوت عاوزتك بشغله. انت ليش زعلان تقبرني؟ هاي صرت محلي من الخان ورح تلعب بالمصاري لعب لبين ما يجي العكيد. فردوس هدول المصاري إلهم صاحب، هدول أمانة. هي تقبرني بعرف إنه أمانة، بس يعني إش كان أخي شمروخ إجا على باله شغلة منجيب له إياها لبين ما يرجع العكيد بيخصمون من شهريتك. ليش وينه أخوك شخروخ؟ أخي شمروخ يقبر قلبي إن شاء الله، راح على الحرب كمان بحاري؟ لكن شو مفكر؟ بيهون عليه يروحوا كل شباب الحارة يحاربوا وهو قاعد؟ عفارم عليه والله أبضاي، يعني هلأ ما عاد يرجع لتخلص الحرب. لم تبرني بيجي إمتى ما بده، أخي شمروخ مو مثلنا، يعني غمض عين فتح عين تلاقيه صار ببلاد الواقوة. إيوه صحيح والله. قبل ما يروح وعدني إنه يسعالنا بباب رزق بيغنينا لولاد ولادنا. يعني بيدلنا على شي كنز؟ مو بعيدة، أخي شمروخ بيطلع بإيده يعمل أي شي. يلا يا مو. نعم يا مو. أنا رايحة عاوزة شي؟ لا سلامتك تقبريني. يا مو شومان وصياح عم يلعبوا بقوطي، ديري بالك عليهم على بين ما ارجع. على عيني تقبري قلبي، بس انتي لا تاخري. لا يا مو يلا خاطري. مع السلامه حبيبتي. اخي شمروخ بيرمي جبل على جبل. لو تشوف يا مصري بارح اخذني على بلاد الواقوا، ولي شو حلوه هالبلاد ولي. طيب شلون انتي هيك بتأني تروحي معه؟ بركي تركك وما رجعك. هذا اخي شمروخ، في حدا بيترك اخته؟ يعني ولو كان بس بيضل هذا سفر. لا لا تقبرني، شمروخ ما بيعملها. بعدين اخي شمروخ له قيمته بين ال بسم الله بسم الله بسم الله. فضائل قل هو الله احد، فضائل قل هو الله احد. فضائل الله والنبي، كشبر وبعيد كشبر وبعيد. دستور دستور دستور. نحن يا بيك بيت الحمدان، يجوا بيت ابو صالحه يستوطوا حيطنا ويسرقونا العدان. شو هالحكي؟ الله وكيلك يا بيك. لا يا سيدي هالحكي مو مزبوط بنوب. يا عيب الشوم عليكم يا نسين يا حرامية. نحن يا بيك بعمرنا ما كنا حرامية. بعمركم ما كنتوا حرامية؟ لكم مين سرق الدندان لبيت حمدان؟ العدان يا بيك العدان. قصدي العدان. ما حدا سرق لهم يا، هن طول عمرهم مفتريين.
وانتو ليش مسيبين رزقكم هيك؟ تاني مرة بتطبوا عدانكم وبتسكروا عليه، ما بتعرفوا انه المال الداشق بيعلم الناس على الصراط؟ والله يا بيك هن سبقونا وفتحوا النار. هلا اتركني من النار وخلينا بالعدان. اسمع يا ابو ايش قلت لي اسمع؟ ابو صخر يا بيك. اسمع يا ابو صخر، العدان بده يرجع لاصحابه، ولا تبعت واحد من رجالك يجيبه لهون. اه؟ شلون بدي اجيبه لهون؟ شو شلون بدك تجيبه؟ بتجيبه مثل ما اخذته. العدان؟ ايه باباتي، العدان. شبكوا؟ ليش عم تضحكوا؟ العدان يا بيك دورنا بسقاية مية النهر. شو قلتوا باباتي؟ بدك شي يا عمو؟ لا سلامتك تقبرني. خاطري. مع السلامة. مرت عمي. نعم تقبريني، نعم. شو بدنا نساوي أكل اليوم؟ يلي بدك إياه تقبريني، أنت بس اطلبي وتمني. يا اللي بدي إياه أنا؟ يلي بدك إياه بساوي لك إياه بإيدي هدول. يا أنت بدك تساوي الأكل؟ لك هان تقبريني لك هان بإيدي هدول، أنت الغالي ومرت الغالي، كأنا بحبك مثل بنتي نصرة ويمكن أكثر شوي. أيوه. هو صحيح أنا بيطلع خلقي بعض الأوقات عليكي، بس مو كرهان فيكي تقبري قلبي، والله من ديان خلقي من ديان خلقي. إيه أنا جاي على بالي بيض على قاورمة، بس أنتي بتخبي البيضات بالنملية وبعدين بتبيعيهم. إيه بعت لي حمى، والله في سبب أنا بجمعهم مشان بيعهم أشتري ملاية. مالك شايفة ملايتي مهرية ولا إلك؟ بلا هالملاية بلا بلا. لا مرت عمي، إش كان مشان الملاية؟ لا لا حبيبة قلبي، روحي جيبي المفتاح من قوطي وتعي افتحي النملية وكلي اللي بدك يا. وين حاطة المفتاح؟ تحت المخدة تقبريني، تحت المخدة. وبعد ست شهور بس يستو منيح لعاقتيك شوي. ببلاش باباتي ببلاش. شلون بدهم يستو؟ وليش لبعد ست شهور؟ لا باباتي لا، ما حزلت بنوب، تعلمنا سر المصلحة، بس يا عيب الشوم عليكم لأنكم ما علمتوني. شو بدنا نعلمك لك أبو حميد؟ تعلموني سر التتن اللي عم تتزهرموه، بس كتر خيره أبو شبلي علمني وعطاني سر التتن. أبو شبلي أنت شو عم تحكي لك أبو حميد؟ عن زبل الحمير اللي بتساووا منه التتن باباتي. لك أنا أبو حميد خود وجيب، لك ما بتخفى عليه خافية. زبل حمير؟ إيه سيدو إيه، زبل حمير. وبالعلامة منجيب زبل حمارة معشرة ومنحمصه مع الكمون ومنطمره تحت التراب ست شهور وبيصير تتن من هذا اللي عم تتزهرموه. هيك لك يا حيف عليك يا كرمو يا حيف. شو مفكرني على نياتي؟ لك هذا بشبلي عم يضحك عليك، هات شغلت وعملت يتمسخر على الناس. شو هالحكي؟ أبو شبلي عم يضحك علي؟ لك نشوف فكر، قال زبل قال. طيب احلف لي يمين إنه هالتتن هاد ماله زبل حمير. وشلون عرفت؟ ما بعرف، يمكن كانت عم تتنصت من ورا الباب ولي عليها شقوية وقادرة. طالما أن عرفت إنك مخاوية وصارت دللك لا عاد تخافي منها. يا وبركدا طلبت مني شي طلب؟ أكيد رح تطلب منك شي شغلة مشان تتأكد إنك مخاوية. وساعتها شو بدي ساوي؟ ساوي مثل ما رح قلك. أبو حميد أبو حميد، شو بدك؟ عاوزك شغلة. أنا مالي فاضي لك، ومن يوم وراي ما بتحكي معي بنوب، فهمت؟ لهلك أبو حميد ما صرنا قرايبين نحنا. بس يا مو فردوس ما قالت لي انه رايحه لعند بيت اهلها. لك تقبرني، لقيتها دايق خلقها، امي تسويت الاكل اكلت وقلت لها اذا جاي على بالك تروحي لبيت اهلك خدي صياح واخوه وانت ما عليكي من نصري. يا مو. نعم. انت سويتي لها اكل لفردوس؟ يا انا تقبرني الكمي. شو سويتي لها؟ سويت لها 10 بيضات وكفكيرين قاورمة. قلت لها حالي خليها تعبي بطنها، خطيه خليها تاكل صحتين على قلبها، واذا زاد شي باكلهم انا وياك.
وزاد ولا ما زاد؟ لا تبرني ما زاد شيء. يلا في داكم خليها تاكل صحتين وانا يا مو. نعم. انت كانه صار عم دليها زياده لفردوس. اي يا مو بدي اسالك شو قصه فردوس؟ كانه مخاويه مو. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. مخاويه؟ بس انت شو عرفك؟ سمعتها وهي عم تحكي لك عن اخوها. شو كان اسمه؟ شو كان اسمه؟ شمروخ. هي دستور دستور. بسم الله بسم الله. لك ابني كنت قولوا لي من الاول، كنت خليتها تكشف لي وتشوف لي الوجع اللي بالمفاصل والاجرين. خلاص خلاص يا مو ولا يهمك، هلا بس تجي رح احكي لك انا معها مشان هي تحكي مع اخوها شمروخ وبناخذ لك موعد عنده. بس هلا ما انه فاضي عم يحارب. يو ليش اني بحاربوا معنا؟ قتل 5 فرنساوية. هذا ابو سبلي قاصد الله وقاصدك بخدمه. منو؟ ابو شبلي؟ اوعى تجيبي لي سيرته على لسانك بنوب. ليش يا رتا؟ والله ابو سبلي زلمه ادمي وبينخدم. خدمه وحده تسهل امره ان شاء الله. لك ليش؟ شو مساوي معك؟ حتى زعلان منه كل هالزعل؟ لا مو مساوي لي شيء، بس انا ما بحبه. ما تحبه ما تحبه، بس انت ساوي له الدواء وخذ المصاري وهو من عنده وانت من عندك. والله ابو سبلي زلمه ادمي وبينخدم. الدواء شو؟ هذا يا سيدي انا حكيت قدام ام سبلي انه انت حكيم وبتساوي دواء للفهم. دواء للفهم؟ لك ايه، مو انت قلت لي هذيك المله انه انت بتساوي دواء للفهم؟ لكان 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 مساوي دواء للفهم لكان ولتزكو كمان. ولما سمع ابو سبلي بالقصه تزاني دخل علي مشان احكي معك تعمل له دواء للفهم. ايه والله زلمه لازمه دواء للفهم كثير، حاكم ما بيفهم نوم. ما معك حق يا ابو حميد، والله ابو سبلي على سلامته، بس هو بده ياخذ من الدواء لانه صاير عم ينسى كثير، يعني بيدين وبينسى، بيدين وبينسى، قال لحاله بلكي اذا اعطيته من هالدواء ببطل ينسى خطي. رح يتذكر ورح يصير يفهم كثير كثير. بس بتقلي له إنه هذا الدواء غالي كتير كتير غالي. والله يا أخي ورحمة أبي تحت التراب إنهم ضحكوا عليها لرويدة. ولك شلون يعني ضحكوا عليها؟ إجا صفوان لعند وفيقة وفاتوا على المضافة وبعد شوي طلعوا منها، بعدين شفت رويدة ووفيقة واقفين وعم يتوتوتوا بأرض الديار. يعني إذا رويدة ووفيقة كانوا واقفين وعم يتوتوتوا بأرض الديار بيكونوا ضحكوا عليها؟ هن انكذبوا عليها بقصة رشدي وقالوا لها انه صفوان بيقدر يطالع رجدي من الحبس اش كان هي وافقت تتجوزه. وانت شو اللي عرفك؟ كنتي معهم يعني؟ لا بس انا هيك فهمت من رويده. هذا حكي مانو مزبوط بنوب. الله لا يوفقك يا رويده ويقصف عمرك. لك جبتي سمعتنا بالارض وخليت اللي بيسوى واللي ما بيسوى يحكي علينا، لك سمعتنا صارت بالطين. ايه وايده طيب. والله يا أخي رويدة مظلومة، والله مظلومة. لك حاجة بقى مظلومة، لك رويدة أختك بتظلم بلد بحالها، الله لا يوفقك. بسيطة يا أبو شبلي بسيطة، عامل لي حالك ذكي وفلهوي وبدك ياني دخن زبل حمير. مو على عيني، لك مو على رأسي. اي والله لطعميك زبل غنم والله. لك يلا يا حلمي شو صار معك؟ يلا يلا صاروا. ها هاتي لشوف. شوف حطيتي لهم شراب التوت؟ لك لك حطيت لهم سوسات حلوين صاروا. يا سلام. ايه ها يلا احملي ضرب طريقك وتركيني لحالي. لا خليني اتفرج. لك ما بيصير حدا يتفرج علي، اوام روحي امري، لا خلي حدا يجي لعندي. حاضرين. وقعت ولا رماك الهوى يا ابو شبلي؟ وين راحت البنت يا ترى؟ وين بدها تروح؟ اكيد مو وعدت لها شي واحد وهربت معه. صبحيه زمي حدك ها؟ شو نسيتي انها بنت اخي ومن لحم دمي؟ لا ما نسيت، بس الواحد لازم يحكي الحق ولو على قطع رقبته. يلا مثل ما قال المثل يا مصفايه ما يعيبك بخش.
ها؟ شو قصدك؟ ولا شيء، تصطفل منك لبيت اخوك. شمروخ شمروخ دستور. رزقتنا حلوه بهالكم يوم. الحمد لله الله يرضى. حبيبتي اعطيني الدفتر الصغير من جيبه الجاكيت. يلا على عين. خيرو؟ امتى وصل هذا المكتوب؟ هذا المكتوب بعث لنا يا ابي عم يطمننا عن حالهم وبده يطمن علينا. وليش ما قلت لي؟ والله نسيت انشغلت. هاتي هاتي لاقرا لك يا. لا لا انا بقرا لحالي. ما في اخبار عن اهلي؟ سميحه طولي بالك، الحي لابد ما يرجع، واهلك باذن الله بس تخف مصيبتهم رح يرجعوا اكيد على الحاره. مصيبتهم كبيره كبيره كثير، ما رح يرجعوا على الحاره. سميحه بتحبي نرجع على الشام؟ لا، شو بدي روح بالحارة ساوي وأهلي مالهم فيها؟ يعني عم بقول لحالي بركداً أهلك بيكونوا بشي حارة تانية وبس يدروا إنك رجعتي بيجوا لعندك وبيشوفوكي. أهلي مالهم بالشام، لو كانوا بالشام كانوا راحوا سلموا على أهلك وسألوهن عني. أي والله صحيح، شلون ما دارت لي؟ لك وينكي ستتهن؟ وينه؟ لك هون حطيته؟ يا ربي دخيلك عجبك؟ هي ضعكي ستتهن وينو؟ شلون ضاعكي ستته؟ والله ما بعرف، حطيته جنبي فقدته ما لقيته. ايه دور عليه دور. لك دورت عليه بكل الاراني الله وكيلك، ولا لك اليوم بلاها. لا ايوه، شو بلاها ابو حميد؟ بدنا نسهر وننبسط ونسخسخ، وانت بلا تتون ما بتسوى بلغوت. الله يسامحك يا عموش. قوم روح لعند كلمه وجيب تتون وتعا. يلا هيك قلتي؟ بس كرمو ما بيعطيني التتون الا بمصاري وانا ما معي مصاري. اي توبني خذ هي مصاري وروحي بتتون عند كرمو عفين ما انا اتغنى واتهندد وروق معك. يلا تغندري وتهندسي. صحيح تقول لك اليوم اذا ابو سبلين قال هو بده الدوايات اللي وصاك عليهم سان فهم. ليش نشفوا الدوايات؟ نشفوا صاروا مثل الملبس. اه بكره بنعطيه اياهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. اي أيوة والله. اي أيوة والله. الحمد لله. اي أيوة والله. وحدوا الله يا جماعة، ما بعد الدين للفرق. لا اله الا الله. 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 منصورين بعون الله. ان شاء الله. ان شاء الله. امين يا رب العالمين. تفضلوا اشربوا شاي عندي قوموا. هلا وقت الشاي، مين اللي نفسه يشرب شاي يا ابو زيدي؟ وحد الله يا رجل، شو ما حدا راعى الجهاد غير ابنه؟ قوم نشرب شاي. قوم نشفت لنا ريقنا ونحن قاعدين هون. صباح الخير يا فردوس.
صباح الخيرات مرت عمي، تفضلي. الله يزيد فضلك يا أصيلة يا بنت الأصول. خير مرت عمي؟ آخ يا بنتي، هالوجع الرأس والمفاصل ما عم يتركني بنوم. ما عفايا مرت عمي، ساوي لك كاسة زهورات؟ شو بدها تعمل كاسة الزهورات؟ بدي تسألي لي أخوك شمروخ بس يجي من الحرب، شو سبب الأوجاع اللي ما عم تفارقني؟ أخي شمروخ؟ إيه تقبريني، أنا عرفت كل شيء. عرفتي كل شيء؟ وشلون عرفتي؟ لك يا حبيبتي ما في شيء بيتخبى، هلا قلي لي بدك تكشفي لي ولا لا؟ بكشف لك، ليش لا؟ وإيمتى بجي أخوكي؟ أخي بيلبيني إيمتى ما طلبته؟ دستور دستور، الله يجعل كلامنا خفيف عليهم. تقبريني، طلبي طلبي هلا. يلا أخي شمروخ، يا أخي شمروخ، أمانة ترد علي؟ وعليكم السلام، شلونك أخي؟ شو اسم أمك؟ بهية بنت منيرة. وأبوها اسمه؟ بكفي اسم أمك. بهية بنت منيرة. بهية بنت منيرة، الله لا يوفقهم. مين هدول؟ يبعتلن قتلن يا مرت عمي، عاملين لك عمل. مين هني؟ أخي شمروخ مارتي. دستور دستور دستور، من خاطر الله يجعل كلامنا خفيف عليهم. دستور، وين العمل مدفون؟ وين؟ ايوه، سحر مدفون مدفون قدامي هون. السحر مدفون. أمي أمي مرت عمي، يلا السحر هون. يلا 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 يلا. لقيته يا بنيتي، لقيته. أخي شمروخ ما بيكذب، هاتي لشوف شو. سلامة قلبه من الكذب، أنا ما قلت عم يكذب. ها أوعي ولي ولي يا مرت عمي، ولي ولي، فيه شعر وإبرة. ليك هاي الإبرة اللي عم توجع لك راسك ورجليكي. الله يصطفل فيهم، شو عملت له لحتى عم يسحروني؟ ايوه، وفي واحد تاني. وين؟ بالحوض هني. في واحد تاني. روحي مرت عمي، روحي كشي بيديكي. ابو حميد مشان الله ما تواخذني، والله كنت عم بتزح معك مزاج. ما بتتواخذ باباتي، ما بتتواخذ. بس الياد الدواء شلون بدي اشربه؟ هدول بتبلعهم بلا، اوعى تقلطن قلط، لانه مرين مثل العلقة. تاخذ حبة وتحطها بسقف حلقك وبتشرب وراها كاسة مي. ايوه، ودخلك هذا الدواء مجرب؟ هذا مجرب. لا ابو سبلي بزعل منك، ها دواء ابو حميد مزرب وما في مثله. يعني ما بنقول بنسى. لك شو تنسى ما تنسى، لك والله لخليك تتذكر الحليب يلي رضعته من صدر امك وتصير تفهمها على الطايف. الحالتين كتر خيرك يا ابو حميد. شو هي كتر خيرك ما كتر خير؟ وين تنصرف هي؟ مد ايدك مد ايدك، اعطيني حقهم حبيبي. مد ايدك باباتي، مد لك على راسي ابو حميد. يا الله اهلا وسهلا بك يا رب. يا ولدت الحمد لله. جابتهم خذيت العين توم. الله يحميهم الشباب ويردهم سالمين وغانمين باذن الله. امين يا رب. دخيلك شو راح يصير عليهم؟ يعني الشباب ما بينخاف عليهم؟ لك نيالك على القلب، شلون ابنك بالحرب وبالك ماله مشغول عليه؟ هي اخي ما رحمه. ايه والله ابني ضعفان، يقبر قلبي، لا قدران لا يروح ولا يجي، بس طول الليل طول الليل عم يطج ويركع ويدعي لهم. ها ها، من هيك مبرد قلبك وما على بالك شي حبيبة قلبي. شوفي انا رغم انه ابني ما رح محول، لكن ما لكم يمين علي، وصدقوني يا جماعة انه قلبي عم يشعل نار عليهم. إلهي يا رب، إلهي وسيدي ومولاي، ترجع لنا اياهم بالسلامة. قادر يا كريم. آمين يا رب، آمين. والله طول الليل طول الليل عم طج واركع وادعي لهم. قال مبرد قلبي، قال أعوذ بالله، والله كلهم بسعر ابني. بس يعني قصة رويدة وأخوها رجدي عامي على قلبي عمي. يو ليش شبه رويدة؟ يعني خلي الطابق مستور، الله يستر على حريماتنا. يو شو القصة أم صفوان؟ رويدة هربت. هربت؟ يامو انت شو بدك بهالحكي؟ ايش بدك ياهم ما يعرفوا ويضلوا هيك مثل ما قال المثل، مثل الأطرش بالزفة؟ صلاة محمد يا أم صفوان تحكي، والله شغلتي لنا بالنا على رويدة. يو يعني العقيد أبو فهد ما
ما حكى لكم؟ لا يا عمو، العقيد ابو فهد ما بيحكي شيء بيصير بالحاره، وخصوصا اذا شغله بتخص الحريم. احكي يا صفوان احكي. رح احكي لكم، بس امانه بصلاة محمد ما بتجيبوا سيرتي. لا يا سيدي احكي يا صفوان. رويده هربت. يلا يا لطيف هربت؟ يضرب قلبي عليها هالمخلوعة شو معترة؟ ما لها حظ يا حسرتي ما لها حظ. وليش لتهرب؟ حدا ضايقاشي؟ أعوذ بالله، مين بده يضايقها؟ ولي على قلبي رجدي بالسجن وعبده يا دوبه يا دوبه بيته ومرته وشغله. والله والله ما حدا بيعكر لها مي من يوم ما مات جوزها وإجت على بيت أهلها. الله وكيلكم الله وكيلكم، بنتي عاملت لها خدامة. لوين راحت؟ ما بعرف. أبصر يا ما تحت السواهي دواهي. شو قصدك أم صفوان؟ مو قصدي شي، ليكي تقبريني. أنا عندي حريمات الله يخلي لي إياهم وما بحط حدا بزمتي. أي والله. لا يا أم صفوان حرام عليكي. يا ما حكيت شي، قلت لك أنا عندي حريمات وما بحط حدا بزمتي. يلا يلا انت وياها. يا مو احكي لهم كيف وافقت تتجوز. لك اخرسي بلا لعب، ما بدنا مشاكل. وافقت تتجوز مين؟ ما حدا، نحن ما دخلنا بهالقصة. يلا يلا انت وياها. قال مثل ما قال المتى، اهلك لا تقربهم بيقرسك عقربهم. اصلا طب الجرة على تمها، البنت بتطلع لأمها. تفضلي تفضلي فتحة افندي. يلا استودعناكم. مع السلامه. وينك وينك اختي صفوان؟ اختي صفوان روحي لقلك والله لادعي لك الها من جوات قلبي انه الله يطعمها ولدي، يفرح قلبها وخاطرها. يو الواه الواه. اهلا وسهلا. شرفتي. اي وشها حبل ولادي. شرفتوا يا عمو. شرفتوا. وينك اختي؟ اختيها لعند فردوس كنتنا. يي شو بدها تساوي لفردوس؟ يي الله يصلحك على هالحكي. لك فردوس مغاوي تلقي جبل لجبل، اللي بدها اياه بصير. يو فردوس. ايه فردوس، فردوس اللي معجبتك انت روحي وجربي. شو بها فردوس؟ يبعت لك حمى تسلقك شو كتارة غلبي. يلا خاطرك ام نصري. مع السلامة ام صفوان. وبعد ما راح جوزي على اخت عسكر عرفت انه نبيها كانت مثل اخته، كانت مظلومة. ايه بعدين شو صار؟ اجوا اهلي وبيت عمتي من الحج. ايه بسم الله عليك اخي. شو بك اخي؟ ما في شيء اخي، ما في شيء. هيك شفت منام كثير بشيع. خير ان شاء الله، قول اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. خذ اشرب شوي ماء. بسم الله. الحمد لله. هنيا. الله يهنيك بالجنة. اهلين ابو ضاي، يا اهلا وسهلا. وش اخبار الجني؟ الجني؟ اي الجني بيسلم عليك. يسلم علي؟ على حد علمي انك انت وياه مثل الشحم والنار. لا 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 الله يسامحك، هذا الحكي كان زمان، هلا الحمد لله انا وياه اعز اصحاب. العدو كاد انك تاتله تتله زينه وبعدها صرت اصحاب. ومثل ما يقول المثل لا تاخذ صاحب الا بعد تتله. شو انت قتله وما قتله؟ الله يسامحك على هالحكي. شمروخ ابو ضاي ومعدل وزقرتي ما في منه وبيستاهل كل خير. لا عاد احكي لنا حكايه الضبع. الضبع؟ ايه حكايه الضبع. عدوا عدوا نحكي حكايه الضبع. هذا مرة كنت ماشي بسرداب طويل والدنيا عتمه، طلع لكم ضبع. شو ضبع؟ أول مرة بشوف هيك ضبع. أبو حميد أبو حميد خير؟
ما في شيء، بدي اسالك عن دواء الفهم بس. شو بده دواء الفهم؟ هو ما في شيء، بس بدي اسالك انه هيك عم تكرها يعني ولا شو؟ ليش انت عم تقرطها قرط للحبه ولا عم تبلعها بلع؟ لا والله عم ببلع، بس وقت عم بتدشع عم تطلع ريحه كرهه كثير من تمي. ريحه شو باباتي؟ والله مثل ما عم اقول لك، بدك تقول كانه ريحه زبل تبع خروف عم تطلع. يا عيني عليك. شو يعني؟ لك شو يعني؟ هلا بلش الدواء ياخذ مفعوله. شو هالحكي؟ لك طالما تذكرت الريحه معناتها بلشت تفهم وتتذكر. بس بينقصك شي 20 حبه لتفهم وتتذكر على الطاير كل شي. بس بدي اسالك، ليش هالدواء ريحته مثل ريحه الزبل؟ إيه لا باباتي لا، هيك لا تزعلني منك. شو بدك يعني علمك سر المصلحه؟ بشان الله لا تواخذني. إيه ما بتتواخذ باباتي، ما بتتواخذ. يلا مد ايدك على عبك، خلي الله يحبك وناولني مصاري مشان كمل لك الوجبه الثانيه من الدواء. تكرم عينك. شو عليه يا ابو حبيب؟ شو عليه؟ تكرم عينك. سحر. يو شو العمل هلا؟ العمل انك تروحي على تربة باب الصغير وتدوري على القبر اللي قلت لك عليه، تحفري جنبه من ناحية القبلة بتلاقي السحر هنيك. ولي على قامتي بدي روح على التربة.